السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ففي هذا الفيديو أحببت أن أشارك معكم استوديو صغير بالإضاءة وب يعني ببعض الخلفيات، كما سوف نقوم بفتح العلبة لكي نشاهد. هذا استوديو يمكنك من تصوير المنتجات الخاصة بك، فدعونا نقوم بفتحه. يأتي معه كيبل لكي تقوم يعني بتشغيل المصابيح الموجودة. نشاهد هنا بعض الخلفيات: أخضر، أصفر، أسود، أحمر، أبيض وأزرق. يعني خلفيات جيدة. وهذا هو الاستوديو الصغير، وهذه المصابيح كما تشاهدون هنا. تقوم بتشغيلها، أخذ الكيبل، هذا هو الكيبل الخاص بك.